السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكي سالي. لو لسه اول مره بتشوفيني ما تنسيش بقى تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده اللي انا بنزلها. واصحابي وحبايبي اللي عارفيني، عايزه اقول لكم ان انتوا وحشتوني جدا جدا جدا، وبحب فعلا ان انا اطلع واتكلم معاكم، وحشتوني قوي. وبجد انا اسفه قوي 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 لو انا فعلا مقصره مع بعض القنوات اصحابي الفتره اللي فاتت، بس والله العظيم فعلا كان عندي حبه ضغوطات كده في اليوم ولخبطيطه كده، والحمد لله على كل حال. عايزه اقول لكم بقى النهارده جايه لك بفيديو حلو قوي. في مننا عرفه وحله، وفي مننا لا لسه معرفش يعني ان هو يحل المشكله دي. انا واحده من الناس حليت المشكله دي مؤخرا، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي انا عندي صفحه على الفيسبوك، لما باجي انسخ الفيديو بتاعي على الصفحه علشان ينتشر وعلشان يبقى في تفاعل من خلال صفحه الفيسبوك، تمام؟ اللي بيجي بقى يضغط على الصفحة دي بيجي له بقى ايه؟ بيجي له الفيديو من جوجل او من كروم، تمام؟ ما طبعا ما بيبقاش ما ينفعش ان هو يعمل لايك او اشتراك، لازم ان هو يكون مفتوح من اليوتيوب القناة. فالفيديو اللي انا عامله لك النهاردة جايبه لك الموقع اللي انت هتخشي عليه هتحطي فيه اللينك بتاع الفيديو بتاعك وتنسخيه ازاي؟ علشان يظهر لكل الناس ويقدروا ان هم يعملوا لايك واشتراك بكل سهولة. يلا بينا نشوف الفيديو، يا رب ان شاء الله يعجبك. يلا بينا. اول حاجة هنفتحها الصفحة بتاعت الفيسبوك اللي انتي بتنشري عليها القنوات، تمام؟ انا هوريكي الفيديوهات اللي انا كنت بعملها قبل البرنامج ده كانت بتطلع شكلها عامل ازاي. ده مثلا مكتوب يوتيوب، ده انا نسخه من اليوتيوب، تمام؟ بصي بقى لما بفتحه بيظهر بالشكل ده كده. طبعا اللي عايز يتفرج عليه يعمل لايك يعمل اشتراك ما بيبقى الموضوع صعب بالنسبه له. فبنعمل ايه بقى؟ بتفتحي القناه بتاعتك وتنسخي الفيديو اللي انت عايزه تشيريه على الصفحه بتاعت الفيسبوك او تبعتيه لاي حد. كده انا نسخت مثلا الفيديو ده. بدخل بعد كده على كروم، بكتب بقى في العنوان بيكسي بي اي سي اس اي اي دوت جو. دي بتتمسح، تعملي سيرش، بتختاري اول عنوان اللي هو الصيني ده، تمام؟ هيظهر لك مربع كده اللي هو بيحمل ده، هتضغطي بقى عليه وتعملي بيست للفيديو اللي انت نسختيه لحد ما يغير لك لونه ويجيب لك الفيديو اللي انت نسختيه بالشكل ده. هتضغطي بقى على الكوبي اللي هما الصورتين اللي فوق بعض، تعملي اللينك ده كوبي وتدخلي على الصفحة بتاعت الفيس اهو، تعملي انشاء منشور وتعملي بيست للفيديو، مشاركة مشاركة. هنيجي بقى نفتح الفيديو اللي احنا عملناه له نسخ. هتستني 5 ثواني، او اي حد بقى هيتفرج على الفيديو يعني هو 5 ثواني بيفتح لك كده من القناة بتاعتك. ايه رأيكم بقى؟ لايك بقى، لايك. ده بقى يا حبايبي كان الفيديو بتاعي النهارده، اتمنى ان هو يكون عجبك وان انت تكوني استفدتي منه. وانا اسفه لو الفيديو مش متصور ممكن صح يعني، وانا بوضح لك الفكره، بس انا يعني بتكلم برضو، فانت ممكن برضو تسمعيني وهتعرفي ازاي ان انت تعملي الموضوع ده. وبجد سهل قوي وبيفرق جامد يعني، حتى اللي مش عنده صفحه على الفيسبوك لا حاول او حاولي ان انت تعملي صفحه على الفيسبوك، بيجيلك عن طريقها مشتركين اكتر ومشاهدات اكتر، وتنسخي عن طريق البرنامج ده علشان يفتح لهم من القناة بتاعتك ويقدروا ان هم فعلا يعملوا اللايك والاشتراك بكل سهولة، ومحدش يبقى له حجة بقى يا جماعة، تمام؟ محدش يبقى له حجة خالص. واتمنى فعلا انت تعملي الصفحة دي وتعملي البرنامج ده. وعايزة اقول لكم لو التصوير مش واضح قوي في اللي هو في وانا بوضح لك الفكرة، انا هكتب لك الاسم البرنامج ده في صندوق الوصف، سوري، وبرده اكتبه لك في اول تعليق مسبب عشان برده ما يبقالكمش حجه. وبجد الموضوع ده مفيد جدا يعني، انا عرفت الفكره دي اصلا برده مؤخرا وحبيت ان انا افيدكم بيها، لان زي ما قلت لك في ناس كتير حلت المشكله دي
وناس برضو لسه ما تعرفهاش، وهي فعلا بتفرق جامد. فاتمنى ان انت بقى تكوني استفدتي من الفيديو ده. وانا اسفه على اللخبطه، وانا عايزه اقول لكم ان انا عايزه انام جدا جدا جدا، وبجد الفتره اللي فاتت كانت صعبه عليا قوي، يعني كنت تقريبا ما بنامش اصلا. فزي ما قلت لكم برضو الحمد لله على كل حال، ونحمد ربنا على كل حال. واتمنى ان انتوا تدعوا لي في حياتي ان ربنا يوفقني ويكرمني، وبجد دي بالنسبه لي والله العظيم احسن من اللايك واحسن من المشاهده واحسن من كل حاجه. انا بكسب منكم حبكم ليا، وبكسب منكم الصداقه الحلوه والاصحاب الطيبين اللي فعلا بيحبوا الخير للناس. ده بجد رزق يا جماعه والله العظيم. الرزق مش ان انت تربحي من اليوتيوب او ان انت تاخدي مشاهدات او كده، هو ده طبعا هدف، علشان ما كنتش برضو بكدب عليكم، ده برضو هدف من اهداف اللي بيعمل القناة، بس مش هدف اساسي ومش هدف رئيسي. لا، انت ممكن ان انت تقولي فكرة غيرك يستفاد بيها يدعيلك، دي عند ربنا احسن من مليون الف لايك واحسن من مليون الف مشاهدة. فاشوفكم ان شاء الله بقى في فيديو جديد، والى اللقاء، باي باي.